لو الحكاية فيها إن فيديو. اسمي عصام سيد أحمد، أعتبر الجيل الثالث في المحل. المحل دوت اسمه سلمونة نهايات، من أقدم محلات الساعات في الشرق الأوسط بل في العالم العربي. المحل عمره بالضبط 110 سنة، الكلام ده مورخ ومثبت بوثائق. المحل كان من زمان وزمان الجيش الإنجليزي بالكامل، من أول عسكري لحد أعلى رتبة، الملك فاروق، الملك فؤاد، والدة الخديوي، جميع أمراء مصر، جميع المصالح الحكومية والوزارات. نظرا للثقة الشديدة في الصيانة وفي الساعات اللي هو كان بيستوردها من بره. المحل ده كان بيستورد ساعات، نظارات طبية، نظارات شمسية، مصوغات كانت بتيجي من سويسرا رأسا. بالنسبة احنا عندنا أقدم ساعة كانت بتاعة الملك، الساعة دي أهداء لوالدي. والدي كان وقتها سنه 12 سنة، فصلح الساعة دي بعد ما الملك غلب في صيانتها في كذا محل للساعات في مصر. فلما والدي صلحها سأل مين اللي صلحها، فيه ولد صغير صلحها، فقال لك لا، اداله هدية. دي ساعة الملك. في عندنا برضه ساعة اسمها نوملاس ووتش، دي أقدم ساعة تعتبر في الوطن العربي. الساعة دي كان أنتجها الخواجة سلمونة نهايات. لو قلبت حروف اسم الساعة نوملاس هتجيب اسم الخواجة سلمون، يعني من الشمال لليمين سلمون. عندنا برضه المنبه كان منزلاه مصر التأمين، بيساعد الأطفال على الادخار. المنبه كان يحطه فيه العملة، يدي صوت جرس، فالطفل كان بيفرح بيه. كان عندنا برضه ساعة للمندوب السامي، وعندنا مجموعة ساعات تانية بس يعني مش شخصيات عامة، ساعات قديمة بس يعني ليها ماركات. وزير الآثار ووزير الثقافة إن هم يحافظوا على المحل دوت. المحل دوت كيان تاريخي أثري مش موجود في أي دولة عربية أو دولة في الشرق الأوسط، يعتبر أول محل أنشئ في مصر، فعايزين نحافظ عليه كأثر تاريخي. أنا بعتبر المحل ده زي الهرم الرابع. المحل دوت بيؤرخ في مصر إن إحنا كنا مهتمين بالساعات من 110 سنة، بمعنى كده إن إحنا نحافظ عليه، يعني ما نحاولش نزيله، لأن المثلث داخل في المحل داخل في حاجة اسمها مثلث ماسبيرو وعلى الشارع الرئيسي، فنحاول نحافظ عليه بقدر المستطاع. نحاول إن شاء الله يتجه المحل ملكيته لوزارة الآثار. أنا مش مشكلة عندي الناحية المادية، المشكلة عندي الناحية المعنوية اللي إحنا تعبنا فيها، إن إحنا يعتبر الجيل الثالث في المحل، فعايزين نحافظ على الموضوع دوت.